وزارة الصناعة تعلن عن فتح مسابقة على أساس الاختبارات في المناصب التالية بالنسبة لمتصرف رئيسي وكذلك متصرف محلل إعلان محلل مسابقة توظيف بوزارة الصناعة سبعة وثلاثون منصب حيث تعلن وزارة الصناعة عن فتح مسابقة توظيف على أساس الاختبارات في الرتب التالية متصرف رئيسي خمسة منصب بالنسبة للحائزون على شهادة ماستر في التعليم العالي شهاده معادله لها في الميادين والتخصصات الاتيه العلوم القانونيه والاداريه العلوم الاقتصاديه العلوم الماليه بالاضافه الى العلوم التجاريه وعلوم التسيير العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه علم الاجتماع ما عدا تخصص علم الاجتماع التربوي كذلك علم النفس تخصص العمل والتنظيم علوم الاعلام والاتصال العلوم الاسلاميه تخصص الشريعه وقانون ثانيا متصرف محلل لدينا منصبين، من أهم الشروط الحائزون على شهادة ماستر في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في الميادين والتخصصات الآتية، العلوم القانونية والإدارية، العلوم الاقتصادية والعلوم المالية، العلوم التجارية، علوم التسيير، العلوم السياسية والعلاقات الدولية. علم الاجتماع ما عدا تخصص علم الاجتماع التربوي كذلك علم النفس تخصص العمل والتنظيم علوم الإعلام والاتصال العلوم الإسلامية تخصص الشريعة وقانون بالنسبة لمتصرف إداري عشرون منصب الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في الميادين والتخصصات الآتية العلوم القانونية والإدارية علوم الاقتصادية العلوم المالية بالإضافة إلى العلوم التجارية وعلوم التسيير كذلك علوم العلوم السياسيه عفوا والعلاقات الدوليه علم الاجتماع عده تخصص علم الاجتماع التربوي وعلم النفس بالاضافه الى علوم الاعلام والاتصال علوم اسلاميه تخصص الشريعه وقانون اهم الوثائق المطلوبه للمشاركه في المسابقه ملف المسابقه على اساس شهاده طلب خطي رقم الهاتف العنوان بالاضافه الى البريد الالكتروني تحميل طلب خطي كذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة طبق الأصل من الشهادة والمؤهل المطلوب، كذلك استمارة المعلومات تملأ من طرف المترشح تستخرج من الموقع التالي، يتعين على المترشحين الناجحين إكمال ملفاتهم بالوثائق التالية، نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، شهادة ميلاد، شهادة إقامة، شهادة عائلية، شهادتان طبيتان طب عام وأمراض الصدرية. صورتان شمسيتان إيداع وإرسال الملفات ترسل أو الملفات في أجل لا يتعدى عشرون يوم ابتداءً من نشر تاريخ هذا الإعلان إلى العنوان التالي وزارة الصناعة، الموارد البشرية، المديرية الفرعية لتكوين أحمد باي الأبيار الجزائر العاصمة.